السلام عليكم واهلا فيكم بجيم خرافي وصادم جدا جدا 1v1 10k على خريطة سنوي دروت ما بين مادريج بجيش الجيلي ستيلث وبيك سايز بجيش الشاينا تانك. اعتقد المهمة بتكون صعبة جدا على مادريج باللون الازرق بجيش الجيلي ستيلث، ولكن خلونا نشوف اذا عنده رأي اخر مادريج في هذه اللعبة. على فكرة الجيم جيب 20,000 عملية تحميل واكتر، عادة الجيمات بتجيب 500 600 700، اذا جيم كتير كتير قوي بجيب 1000 عملية تحميل، ولكن 20,000 عملية تحميل هذا رقم ما بتجيبه جيم الا اذا بيكون ما بين اكسكال وماركر لوجيكا واكسكال بيك سايز واكسكال، ولكن جيم ما بين مادريج وبيك سايز اعتقد هذا السبب مغري جدا جدا لانه نشوف الجيم. طيب مادريج بجيش جيلي ستيلث مرة أخرى وبيك سايز بجيش تشاينا تانك، بار هاي جاكر من المادريج جيم روعة من الروعات صدقا. إذا ما كان جيم روعة من الروعات أنا بقبل أنك بس تخلص الفيديو تكتب لي كومنت سلبي، يعني يعني المتابعين بيعرفوا أنا قديش بكره الكومنت السلبي. إذا ما كان الجيم روعة أنا بقبل أنك تترك لي كومنت سلبي. طيب بيك سايز يتقدم بجاتلينك حتى يشيل الوركرز، خلينا نشوف مادريج عنده هاي جاكر. هاي جاكر والله إذا بتسحب باور من بداية اللعبة بيكون وضعك زي اللوز، ولكن خلينا نشوف إذا رح يلحق. لهلا ما طلع الغام، حلو بيسحب باور جميل جدا بالوقت المبكر جدا جدا مادريج، حلو كتير. تكنيكال عم تشيل جاتلينك، لا لا اعتقد في شيء خطا، اعتقد كانت مدمجه. سحب باور، خلونا نشوف اذا بنى باور بارضه، بنى باور واستعملها للبوكس بيلدينج. لاحظ الثقه عند مادريج لاحظ الثقه عند هاللاعب، يعني سحب باور وبنى فيه بوكس بيلدينج، ما بنى بوكس بيلدينج من البدايه، ولكن بوكس بيلدينج غير ناجح على ما اعتقد. طيب خلينا نشوف من الطرف الاخر، مادريج بيشيل الجات من ارضه وبحاول يتقدم 3 سبلاي من بداية اللعبة، 3 سبلاي من بداية اللعبة. بيك سايز كذلك الامر 3 سبلاي، اذا لاحظت معي ما باع القاعدة لانه جيش تشاينا تانك بطيء بشكل مرعب جدا، يعني اعتقد هي خطوة صحيحة جدا من بيك سايز انه ما يبيع السي سي من بداية اللعبة. طيب خلونا نشوف تكنيكل، اوه لاحظ ضربة شالت 2 سبلاي تراك وبيهرب التكنيكل، خلاص خلصت مهمة التكنيكل، بيسحبها لورا، حرام تضيع هي التكنيكل، إذا بتروح يعني بدها تكون خسارة كبيرة لمادريج اللي معه طاقة من بداية اللعبة. جي ال اي ستيلث معه طاقة من بداية اللعبة، شيء رهيب صراحة. لاحظ تاني التكنيكل، يا الله أنت لحقت كيف عم تلحق بهالسرعة، سوبر تكنيكل على ما اعتقد. حلو 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 بالطرف الاخر، لا بعد ما صارت سوبر تكنيكل بالطرف الاخر جميل جدا، يعني سيطرة رهيبة من مادريج مثل ما لك شايف من بداية الجيم ومن بداية اللعبة بالدقائق الاولى. لاحظ سوبر تكنيكل صار عنده وحدة سوبر، حرام حرام اذا بتروح، حرام اذا بتروح السوبر تكنيكل من بداية اللعبة، يعني لاحظ كيف حبسه بالزاي وهرب بالتكنيكال الثانية. اعتقد الطريق مغلق، اعتقد اوه جميل جميل جدا، حرامات راحوا خلاص حبسه بالزاوية، ما بقى بيقدر يعمل شيء نهائيا. طيب لاحظ الفليمر شالت الفاير بيسز من بداية اللعبة ايضا عشان ما يستفيد منهم، هي حركة حلوة من بيك سايز. خلينا نشوف شو عم يعمل، 3 سبلاي ولكن اتأخر كتير بالسبلايات، عمل له ديلي محترم جدا مادريج على ارض بيك سايز. لاحظ بزيد عدد الانفاق، برجع التكنيكال، برجع الكواد عفوا، الكواد شال فيهم الفليمر، شال فيهم الدراجون تانك. طيب خلينا نشوف من الطرف الثاني، من الطرف الثاني لاحظ عدد الحراقات عند بيك سايز، حلو 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 حلو. اعتقد راح الثالث سبلاي على ما اظن، راح الثالث سبلاي لبيك سايز وراح الثالث سبلاي لمادريج على ما اظن، لانه 3 حراقات اكثر من كافيين ليشيلوا السبلاي اللي هون باعه قبل ما تروح تدمير، ولكن شلوا سبلاي لبيك سايز. حلو حلو، جيم متوازن مثل ما لك شايف باحداث متوازنه، حلو كتير حلو. بوب ولكن بوب خاطئ على ما اعتقد، هذا البوب يكون خاطئ، عم طالع بوب كواد قدام الفليمرز ولكن بده يشيلهم باي طريقه ممكن. لاحظ بيرجع بيبني، لاحظ السرعه في البناء عند مادريج رهيبه جدا، طالما سيح باور، يعني المفروض من بيك سايز اول شغله يعملها
يشلحوا الباور، يعني اذا ما شلحوا الباور راح تكون المهمة كتير كتير صعبة على بيك سايز. انا قلت ببداية الجيم مهمة صعبة على مادريج، ولكن بوجود باور عند الجي ال اي ستيلث اعتقد هذا شيء خطير جدا جدا. يعني خلينا نشوف. على كل حال هو بنى مبنى طاقة واحد، معمل طاقة واحد، ما اخذ سي سي، ولو اخذ سي سي كان الوضع افضل بكتير، ولكن للأسف ما اخذ سي سي. انتشار مادريج لحد اللحظة هي مستمر بالخريطة، ولحد اللحظة هي ما وقف. حذاري، الفليمر موجودة، الدراجون تانك موجودة. خلينا نشوف، اعتقد اذا بده يضل هيملها بالطريقة بتشيل الكواد وبتشيل الجنود بأريحية تامة. خلينا نشوف اذا بنى بالاس، اذا بنى بالاس او شيء بعد ما بلش بالبالاس لهلا. ولكن ما زال عنده 3 سبلاي بالمقابل بيك سايز كمان 3 سبلاي. حلو كتير، 3 سبلاي ب 3 سبلاي، جميل جميل جميل. مادريج بيرجع لورا بجيش الكواد، بفوتوا لنا قلب النفق. حلو، بيك سايز، بيك سايز عم بيلعب كانه فليمر، كانه عم بيعتمد على دراجون تانكس فقط لا غير. خلونا نشوف، لاحظ الفليمر خطيرة، الحراقات خطيرين جدا ضد الكواد، يعني ما عنده أي فرصة. وما تنسى الجي ال اي ستيلث ما عنده سكوربين، يعني هذا شيء بيزيد الطين بلة بالنسبة لمادريج. وأعتقد يعني برأيي يعني لو معه باور مادريج الموضوع ما زال صعب، لو معه باور المهمة ما زالت صعبة على مادريج. لاحظ بيشيل، حلو كتير بيشيل. لهلا ما في غير هاي جاكر واحد على فكرة استعمله مادريج، اخذ فيه طاقة من بداية الجيم، وهي كانت حركة اسطورية. جيش كواد مرة تانية، جيش كواد على السبلاي، ما بعرف ليش مدبل على هاي المنطقة. لاحظ في تانك هانتر على البنكر على ما اعتقد، اعتقد لازم تفوت جنودك قبل ما يفوت التانك هانتر. لا والله ما راح يلحق، ما راح يلحق طالما في التانل ما راح يلحق. لاحظ لاحظ في شيء متسلل من مادريج. هون خاصية الجي ال اي ستيلث الاكثر رعبا، الانفاق المخفية، هاي الخاصية الاكثر رعبا يعني صدقا. ولا يمكن لاي لاعب قد ما كان محترف انه يتعامل مع الانفاق المخفية. لكن بيك سايز احسن الاختيار على ما اعتقد بالفليمرز المخفيين، بالدراجون تانكس عفوا، ضد الانفاق المخفيين. هذا شيء راح او مادريج، مادريج حلو كتير. مادريج بيتسلل لمنطقة الاويل، بيشيل مبنى الترخيص. على فكرة مبنى الترخيص بالنسبة للتشاينا تانك مهم مثله مثل الاويل، لا يقل اهمية عن الاويل. هذا شيء بقوله بكل جيم تشاينا تانك. حلو كتير، لاحظ الفليمر بعيدة 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 على ما اظن، بعيدة على ما اظن. هذا المبنى يعد سر من اسرار سنوي دروت، بيقعدوا فيه الجنود ولكن ما بيبينوا انه قاعدين فيه، فهذا يعد جليتش باللعبة او جليتش مقصود في اللعبة. في مدفعية، خلونا نشوف، في مدفعية من بيك سايز على ارض مادريج على السبلاي كالعادة على ما اظن على السبلاي. حلو كتير، بفنش على ما اعتقد، لا والله ما فنش. لاحظ عم بيهرب من الفليمر، هو عم بيهرب من الحراقة تحت، ولكن مشغول بشيء تاني، مشغول بشيء تاني خلص. لاحظ الكواد الخرافي يلي عم بيشيل، لاحظ كواد، كواد يا الهي، كواد خرافية شالت 3 دبابات، وحدة كواد معقول تشيل الرابع؟ حرام حرام، تروحها حرام، راحت لو عمل فيها مايكرو خفيف اعتقد كنت حافظت عليها. ولكن مادريج مش هون ابدا، مادريج اعتقد انظاره وتحكمه بشيء تاني خالص على ما اعتقد، اعتقد انظاره على شيء تاني خالص. اعتقد عم بيهتم بالانفاق بارض بيك سايز. طبعا الفليمر ما بتتضرر من النار لانه هي ضد النار اساسا. لاحظ الجنود، حرام حرام حرام، راحوا الجنود، راحوا 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 الجنود. حاطط له جنود بقلب المبنى ولكن خسروا كلهم ببخة نار وحده. هي وظيفة الدراجون تانك وهي وظيفة الحراقة. بيك سايز من اول اللعبة لهلا بلش طيران، حلو بلش طيران. خلينا نشوف الطيران وين بده يروح. لاحظ جيش المادريج شال البنكر لهون، مواجهة اسطورية ما بين اللاعبين. حلو 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 حلو. خلينا نشوف، شال شوية كواد وباص، بلش باصات. حلو حلو، 10 على 10 هي الحركة، حركة الباصات 10 على 10 من مادريج. لو انه نحن بالدقيقة العاشرة يعني نوعا ما يعد في تأخر بالباصات بالبالاس بشكل عام، ولكن اجا بالوقت الصحيح. على كل حال جي بي اس كرامبلر، اوه ليفل 4 مادريج وبيك سايز ليفل 4. لاحظ كيف
خفى الجيش اعتقد عشان بركي بينساهن عسى ولعل انه ينساهن. لاحظ هون في جنود حرام حرام. لاحظ 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 محرقة محرقة بالجنود اعتقد يروحوا كلهم على ما اظن يروحوا كلهم. طيب نفد منهم جنديين. لاحظ الحراقات في كل مكان من بيك سايز. خلونا نظرة سريعة على ارض المدريج اللي عم يلعب 1-2 وور فاكتوري وبلش حلو حلو. بلش بلاك ماركت وخلص من البلس وبنى قاعدة حلو كتير حلو حلو حلو. هشوفنا الطرف الثاني. هذا المبنى لازم ينشال بأي تمن ممكن. هذا المبنى لازم ينشال بأي تمن ممكن. هذا يعد جنك ريبير مجاني لبيك سايز. يعد مبنى إصلاح مجاني لبيك سايز. فلما ما لازم يترك له إياه. لاحظ لاحظ هجم بالحراقات وفوت له الطيران بشكل مرعب جدا. أعتقد ما شال ولا طيارة ولا رح يقدر يشيل ولا طيارة. عدد الكوادات قليل جدا. معركة كواد ضد دراجون تانكس. ولكن اللي ما عم بفهمه ليش ما عم بيطالع باتل ماستر. لو وحدة بس يعني وحدة باتل ماستر اعتقد بتعذب الكواد وبتجلد جلد الكواد. هاي جاكر. خلينا نشوف الهاي جاكر شو بده يعمل فيه. اعتقد يلففه وياخذ الفليمر. هي حركة المدريج على فكرة. حركة المدريج المعتادة. لاحظ هون شو عم بيصير. لاحظ هون شو عم بيصير. الفليمرز ضد الكواد حلو كتير. بيحاول يشيل يعني اي شيء من الفليمرز لانه خلص انحشر بالزاوية. ما بقى بيقدر يعمل شيء نهائيا. والله على فكرة شال جيش. شال جيش محترم من الدراجون تانكس بالكواد. لاحظ بيك سايز يا الهي. جارمنكل من مدريج والهاي جاكر. الهاي جاكر ما اخذ فيه. لاحظ بيك سايز. بيك سايز متقدم بالسبلاي. بياخذ السبلاي الرابعة على ما اعتقد. بياخذ الرابع سبلاي. لاحظ لاحظ في كل مكان الحرائق في كل مكان من بيك سايز مدريج. حرامات حرامات. مهمة صعبة والله. مهمة صعبة جدا على مدريج. طيران دبابات كل شيء موجود عند جيش الشاينا تانك. بالمقابل جيش الجي الاي ستيلث جيش محصور للأسف. لاحظ الجارمنكل. جارمنكل وقف الفليمر. طيب وقف الدراجون تانك طبعا. طوقه حرامات. راح البلاك ماركت. شلوا البلاك ماركت والبالاس المخفي. حلو البالاس المخفي من مدريج في المكان الصحيح على فكرة على مدخل أرضه وخيفي. طبعا شلوا الفليمر بالجارمنكل. من الطرف الثاني بيحاول يمشط. بيحاول يمشط ويشيل اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اذا في اي بي بوليتس. لحد الان ما في اي بي بوليتس. حلو بيشيل الجاتلينج. بيحاول يشيل الجاتلينج ولكن 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 خلينا نشوف. اعتقد الغام او اي ام بي على ما اظن. الغام او اي ام بي. اي ام بي حلو كتير. حلو كتير من بيك سايز. اي ام بي في المكان والوقت المناسب مرة تانية. مرة تانية سحب باور. مرة تانية سحب باور. فظيع فظيع مدريج. فظيع بالتسلل وعدم الاستسلام. خلونا نشوف. لحد الان في ضغط خرافي جدا من بيك سايز. في ضغط غير معقول ولا يحتمل من بيك سايز. لاحظ لاحظ الطيران. نيو كاربت خطيرة جدا مع الغام. مع الغام يا الهي. اعتقد هي كبت له باتل ماستر على ما اظن. على ما اظن كبت له باتل ماستر هاي الطيارة. والله لا اعلم. مع ارتيلري يا الهي. راح الهاي جاكر كمان. راح الهاي جاكر. الوضع عن مدريج غير مطمئن نهائيا. ولكن 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 ما تستعجل. خلونا نشوف اذا مدريج عنده رأي اخر بهالجيم. لاحظ الميجز ارضا وجوا. بيك سايز في كل مكان منتشر بالخريطة بكل الاسلحة الممكنة وبكل الجيوش الممكنة. طيران وفليمرز بالارض وياخذ له السبلاي. الوضع حرج وصعب جدا عند الجنرال الازرق مدريج يلي سرق الدراجون تانك. سرق الفليمر وراح فيه على ارض بيك سايز. خلونا نشوف اذا رح يعمل فيه شيء. بيك سايز من الطرف الثاني بيحاول يضغط اكثر واكثر على مدريج. ولكن مدريج حلو كتير. حلو حلو حلو. شيل 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 شيل. لاحظ عدد عدد الحراقات الخرافي من الجنرال الاحمر. عدد حراقات خرافي. اذا بيقرب على الباور وبيشيلها بيكون خساره كتير كبيره لمدريج على ما اعتقد. خلينا نشوف مدريج ما زال يدافع. اعتقد هالكوادات شيلهم حطهم هون طالما في بالاس. حلو لاحظ 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 الباور في خطر. في فليمر قربت كتير على الطاقة. ما بعرف اذا رح تشل الطاقة. طبعا هو بده ينقذ الاويل. لا والله لا والله خالص. الاويل بالارتيلري. الاويل مضروب بالارتيلري من زمان. والقاعدة انشالت. القاعدة انشالت من بيك سايز.
هو بيرجع بيبنيها مادريج مرة تانية. طبعا شال الجيوش من هون وسحب جيوشه مرة تانية لورا. خلونا نشوف الفليمر تبعت مادريج شو عملت. ما لحقت تعمل شيء طبعا لانه عنده طيران وراحت الباور. ليش ما شلت له الباور؟ حرام حرام، ليش ما شلت له الباور؟ اعتقد هذا واحد من اخطاء بيك سايز بهالجيم. ليش ما شلت له الباور يا شيخ؟ شيل الباور انتراكس من مادريج، حلو حلو على اعتاب ارضه عشان ما بقى يبعد جيوش. هاي الباتل ماستر على ما اعتقد نزلت بالانزال على ما اظن، والقاعده مره تاني بيشلحوا القاعده مره تاني، بفضل انه يشلوا القاعده على الباور. خلينا نشوف عنده سبلاي هون صيني، هو بيني طبعا طالما عنده دوزر صيني مادريج. طيب 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 بشيل اخر فليمر بارضه. بيك سايز والله منين عم بينبعوا دباباته. لاحظ الانتراكس، على فكرة الانتراكس خطيرة جدا ضد الدراجون تانك، ممكن انها تشيله على ما اعتقد، ممكن انه تنشال الحراقة على ما اظن. يعني ما بيقدر يترك اي فليمر تمرق لهون لانه اعتقد بيقدر يضرر له مباني من هالزاوية على ما اظن. خلونا نشوف بشيل السبلاي، حلو حلو حلو. ما بخليه يكمل الموارد يلي بارض مادريج. طيب مع رادر فان، طيب طيب خلونا نشوف. اثنين وور فاكتوري، واحد سبلاي واحد بلس، واثنين باركس. هاي هي كل ارض مادريج. السبلاي الثاني اللي هون بدك تعدى ماي موجودة، يعني اعتماده فيها فقط على الطاقة، بس بيعتمد على الطاقة. حلو، كاش باونتي، كاش باونتي من مادريج، اعتقد هذا شيء كمان يعطيه ادفانتج باللعبة. 17 دقيقة 18 دقيقة من عمر هالجيم، وباع الباور. حرامات حرامات حرامات، مادريج خسارة كبيرة على ما اعتقد باع الباور. بعرف نيو كاربت، تشاينا تانكس، بعتذر عفوا، كاربت من بيك سايز، اعتقد قلت نيو كاربت. والله ما بعرف، بعتذر. كاربت عادية تشاينا تانك. طيب طيب التدبيل الخرافي. لاحظ لاحظ هون بدي يحاول يلحق الفليمر، اعتقد هاي منطقة خطيرة جدا اذا بيقربها لهون. والله قربها، هاي منطقة خطيرة جدا على فكرة. هيك الفليمر راح تشيل، والله عملة لهي الحركة، هاي الحركة خطيرة جدا على فكرة. لاحظ شال 3 كواد بأريحية تامة، شايف، وثلاث رتب تتصلح لحالة. خلونا نشوف شو راح يعمل. الغام مرة تانية، عنده سنيك اتاك هون. الوضع صعب عن مادريج، ولكن الوضع ايضا صعب عن بيك سايز لانه الهاكرز مره تانية غاليين بجيش التشاينا تانك. فما اعتقد انه بنى ولا هاكر على ما اظن، ولا هاكر عنده. مادريج صمود خرافي حتى اللحظه هاي. خلينا نشوف هاي جاكر، هاي جاكر معقوله يجيب الدراجون تانك؟ والله بيقدر، والله بيقدر يلففه هيك وياخذ الدراجون تانك الحراقه على ما اظن. اوف اوف اوف، 19 دقيقه ومن بدايه الجيم مثل ما لك شايف اللعبة ما هديت نهائيا ما بين مادريج وبيك سايز. لحد الآن ما في أي هجوم من أي لاعب، بس في هاي جاكر يحاول التسلل إلى دراجون تانك، وأنا بدي أشوف إذا راح يقدر ياخذ الدراجون تانك. والله أخذه، والله أخذه، والله أخذه، والله أخذه، جميل جدا. وبثلاث رتب كمان، هاي صفقة رابحة جدا. أرتلري من بيك سايز، على فكرة ترفيعات الجيش الصيني لا يعلى عليها. ترفيعات الجيش الصيني لا يعلى عليها، على فكرة كنسل القاعدة، ما دمر له اياها. حلو، بشيل طيارة، بشيل طيارة بالكواد، والدراجون تانك ما زالت موجودة. حرامات حرامات، في بنكر، في بنكر. الهروب افضل هلا، الهروب هو افضل حل بالنسبة لمادريج. خلونا نشوف من الطرف الاخر، في طيار على ما اعتقد، هي اي ام بي على ما اظن، على ما اظن اي ام بي، ولكن ما لحق يضرب فيها شيء. هي اعتقد لا والله، هي الاي ام بي، حلو كتير هي الاي ام بي، لحق يوقف له اثنين كواد. ولكن هلا الهاي جاكرز اشتغلوا بشكل مرعب. الهاي جاكر مرة تانية من مادريج، خلونا نشوف. والله لحق، والله عم بيلحق، والله عم بيلحق الهاي جاكر. هي هي ميزة الجي ال اي ستلث، هي هي الطريقة الصحيحة للعب بجيش الجي ال اي ستلث. لاحظ شاف الكاربت من بعيد، هرب على السنيك اتاك، هذا شيء خرافي. خلونا نشوف، حرامات ملحق يشيل البنكر اللي هون. حلو كتير، جيم محسوب على الشعرة على فكرة، جيم محسوب على الشعرة بالدقيقة 20. الخطأ الآن غير مسموح من أي لاعب، الخطأ الآن غير مسموح من أي لاعب. طبعا بيك سايز بده يقرب ياخذ هدول السبلايات بأي ثمن ممكن، يعني قد ما كانوا قلال ما بقى عنده سبيل تاني للبقاء على قيد الحياة بهالجيم إلا بالسبلايز. ما عنده شيء،
مادريج كذلك الأمر عايش على الكاش بونتي. مادريج عنده جيش خرافي، أعتقد عم بيستنى القاعدة اللي يفتح سنيك أتاك. هاي الطريقة الوحيدة على ما أظن رادار فان لتكشف الألغام، هاي الطريقة الوحيدة. حرام حرام، هاي أول كواد راحت بالألغام، أول كواد راحت بالألغام. طيب لاحظ هاي الحركة اللي كنت عم أقول عليها قبل شوي، كل ما للنيران بتتمدد وبتوصل لأرض المادريج، ولكن الجار من كل موجود والوركر أنا متأكد أنه راح ياخذ الفليمر، راح ياخذ الفليمر، بده يستفيد منها للحراقة. طيب خلينا نشوف بيك سايز عم بيلعب طيران، السبلايات خلصوا، بيك سايز عم بيعتمد فقط على هدول السبلايات. خلينا نشوف، يعني اعتقد حتى لو كانوا قلال كتير من الممكن انه يعملوا فارق بهالوقت الحساس جدا من اللعبة. جارمن كل ما زال موجود، ما ننسى في جارمن كل لمادريج. خلينا نشوف وين صار جارمن كل على ما اعتقد. فليمر بعت على ارض بيك سايز والجارمن كل موجود، موجود جارمن كل، ولكن الله اعلم وين صار حاطه، وين صار الجارمن كل. الفليمر حرامات حرامات راحت بالالغام، حرام. لو واصله هي لارض بيك سايز، لو واصله على ارض بيك سايز كانت صراحه تقريبا فنشت الارض، لانه فليمر قويه كتير، يعني الحراقه قويه كتير كتير. انتراكس، طيب انتراكس ما بعرف ليش ضربه هون، ما عندي فكره. لو ضربه على الدراجون تانكس اللي هون، لاحظ ما زال عم بيشلحوا حراقات، يعني لو تطالعن وتشيل السبلاي اللي قدامك اعتقد راح يكون افضل. هي الجارمن كل بقلب النفق، الجارمن كل الاوتبوست فاضيه طبعا، بشيلها مادريج بسهوله تامه. طيب طيب بيحاول يشيل التركات، اوه اعتقد اي ام بي، اعتقد اي ام بي او الغام او الغام الغام. طيب طيب الغام حلو كتير، الغام من بيك سايز، لعبة تصيد بامتياز. لاحظ سنيك اتاك من مادريج بيحاول يشيلها بالطيران بيك سايز، ولكن عدد الطيارات، حتى عدد الطيران عند بيك سايز غير كافي. لاحظ هون في الغام، الالغام عم تنضرب، والله ما بعرف شو السبب، عم تنضرب الالغام، اظن الانتراكس على ما اعتقد، والله ما بعرف، لكن الالغام عم تنضرب. طيب مادريج بيرجع بجيشه لورا، والجار من كل حذاري من الالغام، الجار من كل على 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 دعسه، وكان راح بالالغام طبعا، بعت ووركر لحتى يشيل الالغام، هذا بيشيل الالغام على مهله. لاحظ الفليمر المخفي، هون الخطورة، هنا تكمن الخطورة، حراقة مخفية، حراقة مخفية، هذا شيء جدا جدا خطير. اعتقد هي بتوصل لارض بيك سايز وبتوصل للطيران باريحية تامة على ما اظن، يعني لازم تقرب فيها، لازم تعمل شيء بالفليمر المخفية، لانه صراحة صعب صعب جدا التعامل معها. الجيم بالدقيقة 24 25، وما زال على فكرة ما زال الجيم متوازن لحد اللحظة هاي. طبعا المخفي ما بنقدر نشوف اذا 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 بنالهم اي بي بوليتس، بنالهم تحديث الرصاص او لا. ارتلري مرة تانية من بيك سايز على ارض مادريج، اعتقد والله في، يعني ما لازم تعطيها الوقت على ما اظن، ما لازم تعطي بيك سايز هالوقت. خلينا نشوف الارتلري لوين، على معمل الدبابات، على معمل الدبابات، ولكن ما تفنش، ما تفنش الجارمن كل، هلا راح يتصيد الدبابات وحده وحده على ما اظن. وفي ووركر، في ووركر، في ووركر حاول يشيل الفليمر بالووركر ولكن ما قدر. خلونا نشوف الجارمن وين صار، هي اذا ما تفنش الجارمن كل اعتقد ضرب ورجع لورا، على ما اظن ضرب ورجع لورا. طيب لهلا بعده موجود الجارمن كل، كاربت من بيج سايز، حلو بيشيل فيها الباركس، بيحاول يشيل فيها الباركس، ضربة لا بأس فيها. الجارمن كل انكشف وانضرب، خسارة جديدة لمادريج. خلونا نشوف، بحاول يحط جيوشه بقلب الانفاق والقاعدة، القاعدة في خطر، وسنيك اتاك، سنيك اتاك رهيب جدا من مادريج، بيشيل المطار وبيك سايز بارض المادريج. يا الهي لحظة الفليمرز، القاعدة راح تنشال باسرع وقت ممكن، القاعدة راح تروح باسرع وقت ممكن. مادريج بارض بيك سايز، وبيك سايز بارض مادريج. لاحظ 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 البوب الخرافي بيشيل فيه الطيران، جميل جميل جدا. معقول فليمر تشيل القاعدة؟ لا اعتقد، لا اعتقد، لا اعتقد الفليمر تشيل القاعدة. واو والله شالتها، والله شالتها، والله شالتها، حركة خرافية على فكرة من مادريج، ولكن ما زال عنده بالاس، وطالما قاعدة بيك سايز راحت فالموضوع جدا جدا خطير بالنسبة لبيك سايز.
لاحظ جيوش مدرج لازم تشيل الفليمر باي تمن ممكن، لازم تشيل الحراقه باي تمن ممكن. لحظه، عم بيحاول يبني القاعده، عم بيحاول يجيب القاعده مره تانية، بيك سايز بيحاول يبني بارض المادريج. لاحظ حلو الكواد الخرافي بدون تطوير على فكره، بدون اي بي بوليتس. حلو بشيل خطيره جدا. دببت الكواد بس اخذت رتب خطيره جدا مثل ما لك شايف. حلو كتير. ماد ريج بيحاول يشيل اخر فليمرز. بيك سايز يا الهي، لاحظ بيك سايز طبعا طالما بنى القاعدة من هالطرف فالتطويرات بتجي من هالطرف. 27 دقيقة، ماد ريج يرفض الاستسلام، بيك سايز يرفض الاستسلام. خلونا نشوف هل الاي ام بي على ما اعتقد او الغام لوين راح تنضرب. على ما اعتقد انضربت وخلصت، نزلت الغام هون على ما اعتقد، على ما اظن. لاحظ الحراقات من بيك سايز من بداية اللعبة ما عم يلعب غير فليمرز، ما عم يعتمد غير على الحراقات. ماد ريج اعتقد لازم تهرب ووركر، ابني لك شيء مبنى بعيد على ما اعتقد لازم تعمل هالحركه. ماد ريج عنده قاعده عم تنبنى هون. بيك سايز مش شايفه على الاكيد، بيك سايز ما شايف القاعده. حلو كتير، حلو ماد ريج اخر دباباته على فكره، اخر دبابات الماد ريج. خسر البالاس مثل ما لك شايف، خسر البالاس جميل جدا، ولكن ماد ريج عنده قاعده خلص بناءه. حلو 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 كتير، جيم رائع جدا. وكاربت من بيك سايز، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، عم بيقدم كاربت من بيك سايز. حلو كتير، مادريج بيبني باركس جديد وثلاث دبابات، ثلاثة كواد ضد ثلاثة فليمرز. يعني لاحظ المواجهة الرهيبة، ثلاث دبابات ضد ثلاث دبابات. ولكن ما تنسى جي ال اي ستيلث مرة اخرى، جيش مخفي، الجيش المخفي خطير جدا جدا. خلينا نشوف مادريج شو راح يعمل وشو هي الاستراتيجيه اللي راح يمشي فيها. على ما اعتقد صار بيقدر يطالع هاي جاكرز جيل استلف. لاحظ هالانتراكس، انتراكس خرافي من مادريج. حلو 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 لوين، اوه شال فيها الجنود وهلس فيها الفليمرز. اها خسر دبابه كواد هون على ما اعتقد. لا والله ما خسر، ليك ما خسر ولا دبابه، ما خسر ولا كواداي. حلو كتير، خسر الاوتبوست لهون وخسر جنوده اللي هون بيك سايز. خلينا نشوف اي ام بي هاي جاكر. قلت لك راح يستعمل الهاي جاكرز، قلت لك لازم يستعمل الهاي جاكرز بيك سايز بحاله صعبه جدا جدا جدا. اعتماده فقط على الترفيعات يلي من القاعده. خلينا نشوف شو في عنده هون، عنده هون تانك هانتر، عنده هون معمل طاقه، وعنده هون قاعده وباركس. مادريج يتقدم، اصبر يا مادريج اصبر، حرامات استعجلت كتير. الانتراكس بعد ما انتهى مفعوله، حرامات راحت 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 الدراجون تانك، راحت الدراجون تانك. خلونا نشوف بيت سايز لا يملك شيئا سوى القاعده. أو فليمر، عنده فليمر هون بثلاث رتب، وفي وركر هون اعتقد راح ياخذ الفليمر البيضة تبعت بيك سايز. اها خسر خسر على ما اعتقد، نزل له دبابة على ما اعتقد بالاسقاط او ما شابه. خلينا نشوف، اها لا والله هلا نزلت. خسر كواد هون بالفليمر والهاي جاكر. خلينا نشوف الهاي جاكر لوين بده يروح. اها مادريج مرة أخرى بياخذ الدراجون تانك اللي هون وبيشيل فيها، بيحاول يشيل فيها قاعدة بيك سايز. آخر هاي جاكر وآخر أرتيلري، أوه راحت بالألغام، حرامات راحت بالألغام. هاي جاكر بيحاول ياخد الأرتيلري، انضربت على الباركس. الهاي جاكر أخذ الفليمر اللي هون. يا الله شو هالجيم، هاد شو هالجيم الخرافي. وبيك سايز بيك سايز بيك سايز خلاص ما عنده أي أمل باللعبة. جيم رهيب جدا جدا جدا. رجاء اترك لنا رايك بقسم التعليقات، ومره ثانيه اعذرونا على الاخطاء اللي عم بتصير بالقناه، عم نحاول نتلافى هاي الاخطاء. ان شاء الله القادم اجمل والقادم افضل بكتير. بشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم.